مشاهدينا الكرام، ترددت أنباء عن صدور قرار من النيابة العسكرية المصرية بالإفراج عن الفريق المعتقل سامي عنان. ونقلا عن مصادر مقربة، قالت مواقع وصحف إن عنان بصدد إنهاء بعض الإجراءات لإخلاء سبيله، وأنه ربما يكون قد نقل منذ أيام من مقر اعتقاله بمعسكر الهايك ستيب إلى منزله ووضع تحت الإقامة الجبرية. وأوضحت تلك المصادر أن تنفيذ إخلاء سبيل الفريق نهائيا ينتظر إنهاء بعض الاتفاقات معه والخاصة بالرواية التي سيعلنها بعد الإفراج عنه. وكان الجيش قد اعتقل عنان بعد خطاب في يناير الماضي أعلن فيه نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، والتي انتهت الأربعاء الماضي بفوز السيسي بولاية ثانية على حسب ما صدر من تقارير مبدئية. ينضم إلينا الآن عبر سكايب من لندن الدكتور محمود رفعت، المتحدث السابق باسم حملة سامي عنان بالخارج. دكتور محمود، أرحب بك معنا. وحقيقة ما يقال عن الإفراج عن سامي عنان؟ لا صحة من قريب أو من بعيد لكل ما تداولته المواقع وبعض المواقع الإخبارية الساعات القليلة الماضية أن الفريق سامي عنان سيتم الإفراج عنه وهم في انتظار صفقة. إلى هذا كله كلام تسريب أمني بحت. أنا لا أشكك بطبيعة الحال في الصحفيين الذين نقلوا الأخبار، ولكن هم تم تسريب بعض المعلومات لهم الموجهة، وأنا أحذر من هذه المعلومات. هي صادرة، أنا أعرف من ومن أي جهة وأستطيع أن أسميه، ولكن لا أريد أن والهدف لو كنت أسميه المرحلة. وما الهدف من هذه التسريبات يا دكتور؟ يعني حضرتك بتقول أن دي جهات أمنية هي التي سربت هذه الخبر، إيه الهدف؟ نعم، هو المطلوب من هذه التسريبات ثلاث أشياء. الشيء الأول هو قياس مدى شعبية الفريق سامي عنان الذي لا زال رغم أنه الرجل حبيب الزنزانة يضج فعلا مضاجع النظام، ويعني يشكل مصدر رعب شديد جدا من ناحية. من ناحية أخرى هو نوع من أنواع محاولة التشويه من صورة الفريق سامي عنان أن هناك صفقة بعد كل هذا لإخراجه وأن الرجل رضخ. يا سادة يا أفاضل، دعني أقولها لك بكل صراحة يا سيد الفاضل وأطلع السادة المشاهدين عليها. الفريق سامي عنان منذ الساعات الأولى لاعتقاله وقبل أن يذهب إلى الهايك ستيب وإلى يعني أن يخرج خارج القاهرة، لأنه الهايك ستيب السجن الحربي خارج القاهرة بحوالي 50 كيلومتر، وقبل أن يتوجه إلى هنالك وحينما كان في النيابة العسكرية لا زال داخل القاهرة في الساعات الأولى وعرض عليه هذا العرض أن يخرج فقط ليس يعني حينما فشلوا معه في مسألة الاعتذار والرجل ثار وغضب وكان يضرب على المكتب بيده، لأن هذا رجل ليس كما صوروه أبدا. هذا الرجل رجل بالفعل وطني، أثبت وطنيته بشدة في هذا الموقف تحديدا. يعني لو كان أخذ موقفا مغيرا لكنا ألحقناه بباقي الزمرة، ولكن بالفعل الرجل أثبت رجولة شديدة وندية شديدة في هذا الموقف. حينما رفض هذا الاعتذار العلني أو خروج باعتذار، لأن الرجل لم يجرم، يعني قال أنا خرجت من أجل مصر وطلبت أخذ حقوقي كمواطن مصري، تم النزول بطلبهم أمامه إلى مجرد مداخلات فضائية كما فعل أحد طبعا أحمد شفيق الشديد للفريق. احترام الشديد للسيد أحمد شفيق، أنا طبعا لا أريد طبعا هنا الخوض في الفريق أحمد شفيق لأني أعرف أيضا أن عليه ضغوط لا يحتملها بشر، هو الآخر الرجل، يعني الرجل عليه ضغوط كبيرة جدا، ولكن كل إنسان له طاقة وطاقة الفريق عنان بصراحة كبيرة حتى الآن، وربنا يديله الصحة ويديله الطاقة. طب يعني عفوا دكتور محمود، عفوا أنا مش لا أريد أن أقاطع كثيرا، لكن اسمح لي، هل حضرتك مثلا تواصلت مع أسرة الفريق سامي عنان لتتأكد من عدم صحة ما ذكرته من صفقات وخروج سامي عنان خلال الساعات القليلة القادمة؟ يعني مصدرك أستاذ أحمد لو تذكر سيادتك أن العالم الكوكب كله نقل عني أنا مسألة اعتقال الفريق سامي عنان، أنا أول من أعلنه قبل أن تعلنه أسرته وقبل أن يعلنه أي شخص في العالم. يعني أنا من أول
من تحدث من حدث من نقل الحدث، وحتى الآن أنا الوحيد الذي ينقل الأحداث من الداخل، فأعفيني أن أعطي تفاصيل كل ما أستطيع أن أقوله لك حفاظا على سلامة الناس التي في مصر، أنني لا أتواصل لا مع أسرة سامي عنان ولا مع أسرتي شخصيا حفاظا على سلامتهم. مجرد أرقامي أن تظهر على رقم مصري، الجهات الأمنية التي تسجل أرقامي وتتبع أرقامي في مصر تقبض على هذا الشخص، لذلك أنا لا أتواصل. سؤالي الأخير لحضرتك دكتور محمود، ما هو تعتقد ما هو مصير سامي عنان توقعاتك؟ لا الفريق سامي عنان خارج، بس دعني ارجوك بس اعطيني بس يعني الوقت ان انا اشرح النقطه الهامه جدا دي، ان الفريق سامي عنان حينما رفض رفضا قاطعا مساله اولا الاعتذار في الساعات الاولى حتى لا يبيت ليلته الاولى في الحبس، ثم رفض رفضا قاطعا الخروج على الفضائيات ليتحدث وان يقول مجرد يعني ممازحا انه كان خطا او شيء من هذا القبيل، تم الزج به في الحبس، و الآن يعني طلب منه بعض التسويات ولكن الرجل رفض تماما، نزلوا بكل المستويات إلى درجة أن طيب أخرج ولكن بكفالة، هذه الكفالة رفض الفريق سامي عنان أن يدفعها، والشعبية التي يعني رأيناها على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني لو كان سامي عنان فقير يعني ورجل ليس فقير والكل يعرف أن أخوه هو شيخ الطريقة العالمية التي يدفع أكثر من 2 مليون مواطن مصري، فبالتالي هو تشويه للفريق سامي عنان وإظهاري بمظهر الموقف الضعيف، هذا ليس صحيح بحال من الأحوال. الفريق سامي عنان سيخرج بعوامل داخلية وبعوامل خارجية هم يعرفونها ويشعرون بها الآن. الدكتور محمود رفعت المتحدث السابق باسم حملة سامي عنان بالخارج، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر سكايب من لندن.